فروق دلالية. اكسر ولا تفتح، زي لا زي. يخطئ بعضهم فيقول الزي العسكري بفتح الزاي، وصحيح القول الزي العسكري بكسر الزاي، لأن الزي بكسر الزاي الهيئة والمنظر، والفعل منه زياه بكذا جعله له زيا، ويجمع الزي على أزياء، ومنه قول المتنبي وقد يتزيى بالهوى غير أهله، ويستصحب الإنسان من لا يلائمه. أما الزي بفتح الزاي فله دلالات، منها اسم أحد حروف الهجاء حرف الزاي، وأحد مصادر الفعل زوى يزوي زيا، ومنه زوى سره عنه طواه. منطقة لا منطقة، يخطئ بعضهم فيقول منطقة بفتح الميم وكسر الطاء، أو منطقة بفتح الميم والطاء، وصحيح القول منطقة بكسر الميم وفتح الطاء، لأنها في الأصل اسم آلة على وزن مفعلة، مثل محبرة وملعقة. يقال شد وسطه بمنطقة أو منطق أو نطاق، ومنه جاء تسمية المنطقة، وهي اسم لشيء بعينه. وأما المنطق بفتح الميم وكسر الطاء فهو الكلام، والمنطيق هو البليغ وصوت كل شيء، منطقه ونطقه، ومنه قوله تعالى علمنا منطق الطير.